قد يقول الإنسان جاهل، قد يقول ولا يظن أن تبلغ ما بلغ، يخاف الإنسان. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء الذي وقف وقوف الجبال الراسية أمام عباد الأصنام من أبيه وقومه، وصمد صمودا عظيما وصبر صبرا عظيما حتى ألقاه في النار وكسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ورزقه الله أنبياء إسماعيل ويعقوب وإسماعيل وإسحاق، ومن سلالة إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سلالة إسحاق يعقوب نبي، ومن سلالة يعقوب يوسف نبي، سلالة أنبياء. ومع ذلك يدعو ربه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني يا الله وبني، اجنبني واجنبني أن نعبد الأصنام. بني من هم؟ أنبياء. إذا كان هذا إبراهيم الخليل، هذه حاله وهذا دعاءه، خاف واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، الأصنام أضلت كثيرا من الناس، فاجنبني يا الله وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا إبراهيم الخليل يخاف على نفسه، كيف لا نخاف؟ كيف لا نخاف نحن؟ ولهذا قال إبراهيم الخليلي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان هذا إبراهيم الخليل الذي كان أمة وحده، إن إبراهيم كان أمة قانتا، والذي قال الله لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، يخاف على نفسه وبنيه من الأصنام، من عبادة الأصنام، فكيف نحن لا نخاف؟ ومن نحن بالنسبة لإبراهيم الخليل على نبيه وعليه الصلاة والسلام؟ نعم. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث الفائدة الثانية، الفائدة الثانية، وأفادك أيضا الخوف العظيم، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك يعني وأفادك هذا الأمر الخوف العظيم، أفادك الخوف العظيم على نفسك. نعم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قف على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، لأن قوم موسى هؤلاء هم الخلاصة الذين قبل موسى، الذين نجاهم الله مع موسى من الغرق، وأهلك فرعون وقومه هم ينظرون، وهم ينظرون بعينه، ينظرون الله إهلاك الله لفرعون وقومه، وهم مع موسى خرجوا دخلوا البحر لما ضرب موسى البحر بعصا بأمر الله وصار البحر يابسا، سلكوا الطريق ودخلوا في البحر، ثم سلكه فرعون وقومه تبعا لهم، ثم خرج موسى وقومه إلى الجهة الثانية. فلما خرج موسى وقومه إلى الجهة الثانية وتكاملوا خارجين من البحر، ودخل فرعون وقومه متكاملين في البحر، انطبق البحر، أمر الله البحر أن يعود إلى حالته، فانطبق على فرعون وجنوده، فأهلكهم الله بالغرق وموسى وقومه ينظرون. فهؤلاء هم الخلاصة مع موسى. فلما مشوا قوم موسى بنو إسرائيل مع موسى مروا على قوم يعبدون صنما لهم، فقالوا لموسى: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كيف تقولون هذا؟ أنكر عليهم موسى عليهم. قال: إنكم قوم تجهلون، أنتم تنظرون أن الله أهلك عدوكم، ما أنتم تنظرون، تقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مسبر ما هم فيه وباطل ما كانوا. فإذا كان هؤلاء الخلاصة مع علمهم وصلاحهم يطلبون هذا أن يقعوا، لكن لما ذكرهم موسى عليه الصلاة والسلام لم يقعوا في الشرك. وكذلك في قصة أبي واقد الليثي رضي الله عنه، يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وكنا حديث عهد بالشرك، يعني أسلمنا قريبا، ما مضى علينا مدة ما تمكن الإسلام من قلوب كثير منهم. قال: فمررنا
بالمشركين ولهم سدرة شجرة يعكفون عندها وينطل بها أسلحة يتبركون بها ويعلقون بها يقول لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة تمسح بها وتبرك بها أن نعلق عليها أسلحة أسلحة. فالنبي أنكر عليه وقال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قلتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مقالتهم كمقالتها، يعني العبرة بالمعنى، لكنهم لم يقعوا في الشرك رضي الله عنه. لما قالوا هذا عن جهل، فلما زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم هذا الشرك لم يفعلوه ولم يقعوا فيه. نعم. واعلم ان الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. نعم. هذا من الابتلاء والامتحان، الله تعالى له الحكمه البالغه حتى يتميز الصادق في ايمانه من غير الصادق. جعل سبحانه وتعالى من حكمته لكل نبي اعداء شياطين، كذلك جعلنا لكل نبي وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين انس وجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء الشياطين اعداء للانبياء يصدون الناس عن طريق الحق ويؤذون الانبياء ويمتحنون اعداءهم، وكذلك اتباع الانبياء لهم اعداء ولهم شياطين للدعاة والمصلحين في كل زمان وفي كل مكان. الدعاة والمصلحون لهم اعداء كما ان للانبياء اعداء، وهذا امتحان وابتلاء من الله حتى يتميز الصادق من الكاذب وحتى يتبين صبر الصابر وحتى يرفع الله المؤمن درجات بسبب صبره على الأذى وثباته على الدين. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وطريق الدعوة وطريق الجنة ليس مفروشا بالورود، لو كان مفروشا بالورود ما تخلف أحد، كل الناس سلكوه، لكن أمامه عقبات لا بد فيها من الصبر ولا بد فيها من التحمل. يمتحن الإنسان ويصفى حتى يزول خبثه ويأخذ نقيا صافيا كما يمتحن الذهب على النار يصفى ويزول عنه الخبث. نعم. نتكلمنا بالأمس ما حضر، قل إنه أعلن عن رسالة فيه كشف الشبهات والقاعدة المراكشية كلاهما أعلن عنهما، ورأينا أن نبدأ بكشف الشبهات لأنها تتعلق بتوحيد العبادة وعبارة سهلة وهي مهمة وعظيمة، فهي أولى من القاعدة المراكشية لأن القاعدة المراكشية تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وهي تتعلق بتوحيد العبادة. فنبدأ بتوحيد العبادة الكشف، وإذا بقي وقت بدأنا بالقاعدة المراكشية، وإذا لم يبقى وقت واستوفينا هذه الرسالة في الشبهات يكون هذا مكسب عظيم ونعمة عظيمة. نسأل الله أن يرزق الجميع علم النافع والعمل الصالح. نعم. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه. نعم. الأعداء قد يكون عندهم علوم وحجج وشبه كثيرة، عباد القبور الآن بعضهم عندهم علم عندهم شبهات
ويستدلون بآيات من القرآن، يقول بعض ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ولي، والله تعالى يخبر أنه لا خوف عليه ولا هم، فأنا أدعوه أطلب منه الشفاعة. هذه من شبهه، يقول نعم هذا ولي، إذا كان ولي فصلاحه لنفسه وولايته لنفسه، ما تستفيدت من صلاحه ولا من ولايته، أنت تستفيد من عمل كافر. ما تدعو الولي، إذا كان ولي تدعوه تدعو الله، اعمل مثل عمل الصالح. فكونه ولي لا يدعو فلا إلا تدعوه من دون الله وتعبده من دون الله، فلهم شبه ولهم علوم، كما قال المؤلف فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. في مقابلة الرسل، لما جاءتهم الرسل صار عندهم شيء من العلوم فرحوا بها، يقابلون بها الرسل. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. نعم، هكذا ينبغي الطالب العلم، يكون معه سلاح، يكون معه السلاح، والسلاح هو العلم، سلح بسلاح العلم حتى تقابل الشبه التي يريدها عليك هؤلاء المشركون وهؤلاء الوثنيون. الوثنيون عندهم شبه، ومثل من شبه مثل ما ذكرنا من الآيات إن الأولياء يقول صالحين ولهم جاه عند الله وأنا أطلب الشفاعة منهم، أنا أعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون ولا ينفعون ولا يضرون، لكن أطلبوا من الله بهم، توسلوا بهم. هذه شبهة ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم، فلا بد يكون العلم لطالب العلم تسلح بسلاح العلم حتى لا تنطلي على شبه هؤلاء المشركين. نعم، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا مقدم هؤلاء المشركين، مقدمهم إبليس. إبليس هو مقدم هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين، كفر وأشرك وامتنع ورفض أمر الله واستكبر عنه وقابل أمر الله بالإباء والاستكبار فكان كافرا. فلما حقق كفره وخلده في النار سأل الله النظرة وأن ينظره إلى يوم يبعثون، فأجابه الله لما له في ذلك من الحكم والأسرار، فأخذ على نفسه وقال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لبني آدم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أصدهم عن دين الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ولا تجد أكثرهم، فالأكثر ليس شاكرين، لكن الأقل بقوا على الإيمان والتوحيد وكانوا شاكرين. نعم، ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، هذه بشرى إشارة، إذا أقبلت على الله وحججه وبيناته لا تخف من هؤلاء المشركين ولا تخف من أعداء الله، فإن هؤلاء الشياطين وكيد الشيطان ضعيف، إن كل الشيطان كان ضعيفا. إذا قلت على حجج الله وبيناته واستنرت بنور العلم وتسلحت بسلاح العلم فلا تخف، لكن الخوف على الذي يدخل المعركة وليس معه سلاح هذا يقتل يهزم. واحد سقط في المعركة بين الأعداء لكن ما معه شيء يقاتل به، بقي مكشوف لديه، ماذا يكون مصيره؟ يقتل، لكن إذا كان معه سلاح دافع عن نفسه. نعم، الخوف على الذي يدخل المعركة من دون السلاح، أما من كان معه سلاح فلا يخاف. نعم، والعامي من الموحدين يغلب الألف من هؤلاء من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. والحمد لله، هذه بشارة، الموحد ولو كان عمي يغلب ألف من المشركين، لأنهم من جند الله وجند الله هم الغالبون، بركة توحيده وإيمانه واستقامة على دين الله يوفق ويغلب هؤلاء المشركين ولو كانوا علماء، لأن علمهم علم فاسد، علمهم منحرف،
هؤلاء المشركين وإن كانوا علماء لكن انحرفوا وفسد علمهم، لأنه ليس على نور ولا على هداية، فغلبهم الوحد ولو كان عاميا. نعم. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. والحمد لله، هذه بشارة. جند الله غالبون بالسيف والسنان وبالحجة والبيان، يغلبون أعدائهم بالحجج ويغلبون أعدائهم بالقتال والمعركة. نعم. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. نعم، والسلاح هو العلم. العلم يتعلم بسلاح العلم. إذا دخل المعركة وليس معه سلاح هذا هو الذي يخاف عليه. نعم. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، هذا أعظم منه. نزل علينا هذا الكتاب وبعث لنا هذا الرسول. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ونتسلح بالآيات وبالنصوص، بالآيات وبالحديث، هذه السلاح. قد من الله علينا بهذا الكتاب ومن الله علينا بهذا الرسول جاء بالسنة المطهرة، فنتسلح بسلاح العلم وهو النصوص من كتاب الله وسنة رسوله. هذه سلاحنا أمام الأعداء. نعم. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، هذا بشارة. لا يأتي بطل بشبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبطلها. نعم. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. الحمد لله، هذه بشارة. كل حجة باطل يأتي بها أهل الباطل ففي القرآن ما ينقضها أو في السنة ما ينقضها، لأن السنة وحي ثاني، ولأن القرآن أرشد إلى العمل بالسنة وما أتاكم الرسول فخذوه. فالحجة التي في السنة هي حجة في القرآن لأن الله أمر بالأخذ بها. وكل مبطل يأتي بحجة ففي القرآن أو في السنة ما ينقضها إلى يوم القيامة، هذا عام. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. نعم. فنقول في كلام احتج به المشركون على الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله المجدد، يريد أن يذكر لنا هذه الفائدة. نعم. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل،
وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا جواب عظيم، جواب مجمل يستطيع كل إنسان يجيبه المشرك ولو كان ما عنده علم، جواب مجمل. والجواب يعتمد على الآية، آية آل عمران، وهي قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالله تعالى أخبر في كتابه العظيم أنه أنزل الكتاب، وأن الكتاب منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، وأن طريقة أهل الزيغ يأخذون المتشابه يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم، المحكم الواضح المعنى البين، في آيات واضح معناها بين، هذا يسمى المحكم، في متشابه يعني مشكلة، مشكلة معناها مشكلة، فأهل الحق يأخذون بالمحكم، والنصوص المتشابهة يردونها إلى محكم ويفسرونها بالمحكم فيتضح المعنى، يفسرون المتشابه المشكل يردونها إلى المحكم واضح المعنى فيتبين بذلك ويزول الإشكال. مثال ذلك: إذا قال النصراني الآلهة ثلاثة، الله ومريم وعيسى، وأنتم في كتابكم في دليل على أن الآلهة ثلاثة، وهو قول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن هذا جمع، هذا دليل على أن الآلهة متعددة، نحن الله وموسى ومريم وعيسى، فنقول له: أنت في قلبك زين، تتعلق المتشابه وترك المحكم، أنا عندي آية محكمات، ويقول تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنت عبده، هذه آية محكمة، فأنا أرد المتشابه إليها، أقول: إنا نحن نزلنا الذكر، نحن الواحد المعظم نفسه، هذا معروف في لغة العرب، فأنا أرد الآية المحكمة اللي فيها اشتباه أردها إلى المحكم الواضح المعنى وأفسرها به فيدل الإشكال. لكن ما في قلبي زيغ بالعكس، يتعلق بالمتشابه ويترك المحكم الواضح. فكذلك هؤلاء، نقول لهؤلاء المشركين: إذا جاء وقال لك الأولياء لهم جاه عند الله ولهم منزلة، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأخبر أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال: لهم ما يشاؤون عند ربهم، لهم ما يشاؤون، أنا أطلب منهم يشفعون لي عند الله وينقلوا الحوائج إلى الله، وأنا أعرف أنهم لا يفعون ولا يضرون. هذا يأتي القرآن قدامك أمامك: لهم ما يشاؤون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ماذا تقول؟ وأنت مثلا إذا كنت عامي مثلا تقول له: أنا عندي نصوص محكمة واضحة، وهو أن الله أخبر عن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، قال: ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، ومن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله. ثم بين سبحانه أن كفرهم إنما هو بالتعلق على الصالحين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سماهم كفرة وكذب في هذا القول، قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. هذه نصوص محكمة بين الله أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، وأن شركهم وكفرهم على التعلق بالصالحين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، منهم من يعبد المسيح، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يتعلق بالملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: يا هؤلاء كانوا يعبدون. هذا عندي نصوص واضحة دلت على أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وشركهم بتعلقهم بالصالحين ودعائهم من دون الله وطلبهم الشفاعة
وطلبهم الزلفى والقربى منهم. أما النصوص اللي ذكرتها أنا ما أدري إيش معناها، ما أعرف معناها، لكن أجزم بأن كلام الله لا يتناقض، كلام الله لا يتناقض، هذه نصوص واضحة لأن كفر المشركين بالتعلق بالصالحين. والآيات التي أتيتها أنا ما أعرف معناها، لكن أجزم وأقطع بأن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام الرسول لا ينافي كلام الله. والله تعالى أخبر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتعلق بالمتشابه ويترك المحكم الواضح. وأما الراسخون في العلم فيقولون يؤمنون بالزيغ، يقولون آمنا به. فهذا جواب عظيم. أي شبهة يأتي بها كالمشرك يريد بها أن يشبه عليك ويريد بها أن يثبت أنه لا بأس بدعاء الصالحين أو الذبح لهم أو النذر لهم، تجيبوا بهذا الجواب. يقول أنا عندي نصوص واضحة محكمة تدل على كفر من تعلق على غير الله، من طلب الشفاعة من غير الله، نصوص واضحة ما في أشكال. أما النصوص التي أتت أنا ما أعرف معناها، لكن أجزم بأن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام الرسول لا ينافي كلام الله، وأن الذين في قلوبهم زيغ يتعلقون بالمتشابه. فأنت ليش تتعلق بالمتشابه وتترك المحكم النصوص التي جبتها التي استدلوا بها؟ هذا دليل على في قلبك زيغ. خذ النصوص المحتوى اللي معي وفسر بها النصوص اللي اشتبهت عليك التي حتى تكون من أهل العلم. أما أن تأخذ نصوص متشابهة يشكل معناها وتترك النصوص الواضحة معناها، هذا دليل على في قلبك زيغ. أنا عندي نصوص محكمة تدل على شرك من تعلق على غير الله، وأن الكفار كفار قريش ما كفروا إلا بهذا، وإن كانوا قلوا بتوحيد الربوبية. أما النصوص التي أتيتها تبين فيها أن الصالحين لهم جاه، أنا ما أنكر الآيات، أنا أقول على الرأس والعين، لكن ما أعرف معناها، لكني أجزم جزما قاطعا بأن النصوص لا تتناقض ولا ينافي بعضها بعضا، بل يوافق بعضها بعضا، وكلام الله لا يتناقض وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافي كلام الله. هذا جواب مشكل، هذا جواب إجمالي، سيأتي الجواب التفصيلي. واضح هذا؟ وهذا مثل ما قال المؤلف، هذا جواب شديد نافع لا تتهاون به ولا تستهن به، لكن ما كل أحد يوفق له، ما يوفق لها إلا أهل الصبر وأهل البصيرة وأهل الحظ العظيم، كما قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا جعلنا نقف على الجواب المفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نريد أن نسأل عن المباحث التي مرت بنا بالأمس، ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ ما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. فالإله معناه المعبود، إن الإله هو الذي يقصد تعلق دعاء والذبح والنذر والرغبة والرهبة، يسمي بعض الناس السيد يقصد. طيب، كثير من الناس لا يعرفون معنى هذه الكلمة إلا مجرد الحروف فقط، هل يفيد هذا؟ هل يفيد؟ لا يفيد، لأن المقصود المعنى، المقصود المعنى، المقصود معناها وهو إخلاص
العبادة لله عز وجل. فبعض الناس يفسرها في غير توحيد العبادة. لماذا يفسرونها؟ توحيد الربوبية. يقول معنى لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله. طيب وش وجه الخطأ في هذا التفسير؟ ما وجه الخطأ؟ نعم، فلو كان معناها لا خالق إلا الله لحصل وفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولم يحصل خصومة ونزاع بين الرسل وأممهم. لو كان معناها لا خالق إلا الله لحصلت مصافاة وموافقة للمشركين مع الرسل، لكن الرسل رحمك الله خاصموا الأنبياء، خاصموا الرسل. إذن بعض الناس في هذا الزمن لا يعرف معنى كلمة التوحيد، لا يعرف منها إلا مجرد التلفظ الحروف، وبعضهم فسرها في توحيد الربوبية. وهؤلاء وهؤلاء يكون المشركون أعرف منهم بمعنى هذه الكلمة، وهذه من المصائب أن يكون كفار قريش أعرف معنى كلمة التوحيد من بعض الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام. كيف الوثنيون يعرفون معنى هذه الكلمة وهذا مسلم ينتسب إلى الإسلام ولا يعرف إلا مجرد الحروف، أو يفسرها بتوحيد الربوبية لا خالق إلا الله؟ بعض الناس يقول هذه الكلمة ولكنه يقع في الشرك، وقد يكون جاهلا، قد يكون جاهل ولا يعلم بجهله، وقد يكون يفعل الشرك يظن أنه يقربه إلى الله. قد يكون جاهل يتكلم بكلمة، يكون جاهلا أو ساخرا، مثل قصة الذين تكلموا في غزوة تبوك كلمات يريدون أن يقطعوا بها عنهم الطريق، فأنزل الله كفرهم فوق سبع سماوات. قال سبحانه لا تعتذروا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبعض الناس يفعل الشرك يظن أنه يقربه إلى الله. بعض الناس في هذا الزمن يسأل الموتى قضاء الحوائج والمدد وتفريد الكربات، يذبح لهم وينذر، ويظن أن هذا يقربه إلى الله، يظن أن هذا محبة للصالحين، وهذا محبة للصالحين وتوسل وشفاعة. شرك، يفعل الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب ولا يغفر، وصاحبه مخلد في النار لو مات عليه، ويظن أنه يقربه إلى الله. وهذا يقول المؤلف رحمه الله يفيد الموحد الذي رزقه الله التوحيد ومن الله عليه بالتوحيد ووفقه للتوحيد بإخلاص الدين لله، يفيد فائدتين. ما هما الفائدتان؟ فائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، فرح بتوفيقه حيث وفقك الله ومن عليك بالتوحيد والإيمان وإخلاص العبادة لله، لو شاء لكنت مثله، فعليك أن تفرح وتقتدر بفضل الله ورحمته، ومع ذلك تسأل الله الثبات والاستقامة على دينه. وهذا الفرح فرح محمود، وهو الفرح بفضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرح هو خير ما يجمع. الفرح توفيق الإيمان والإسلام، والفرح بتعلم القرآن وتعليم العلم هذا مطلوب، وهو من الفرح بفضل الله ورحمته. هناك فرح آخر مذموم، هو فرح الأشر والبطر، وفرح أهل الكبائر وأهل الشرك. قال الله تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فرح المتكبرين فرح الكبر والأشر والبطر. ومن ذلك الفرح فرح قارون الذي نصحه قومه، قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا فرح الأشر والبطر. الفائدة الثانية ما هي؟ الفائدة الثانية الخوف العظيم، الخوف العظيم يخاف الإنسان على نفسه أن يقع في الشرك وهو لا يشعر، لكن هؤلاء الذين وقعوا في الشرك لهم عقول ولهم أفهام،
مع ذلك وقع في الشرك فأنت تخاف، خاف على نفسك، وهذا الخوف يدعوك إلى لزوم الصراط المستقيم وسؤال الله الثبات على دينه والاستقامة عليه والبحث والحذر من الشرك قليل وكثير، والبحث والتفتيش والتنقيب عن الشرك وذرائعه ووسائله حتى تحذرها حتى لا تقع فيها. لهذا قال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فخافت أن يدركني. وقال الله تعالى عن إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة وحده: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقامه العظيم هو سيد الأنبياء سيد الحنفاء والد الأنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يجنبه عبادة وأن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام لأنهن أضلن كثيرا من الناس، فكيف بغيره؟ إذا الإنسان يسأل ربه الثبات والاستقامة ولزوم الحق على الحق ويلزم الحق ويلزم الصراط المستقيم ويعض عليه بالنواجذ ويحذر من الشرك وذرائعه ووسائله ويسأل عنها ويبحث عنها حتى لا يقع في الشرك وهو لا يشعر. المؤلف رحمه الله يقول إن من حكمة الله أنه ما بعث نبي إلا جعل له أعداء من شياطين الإنس والجن. ما الدليل؟ الدليل على أن الأنبياء لهم أعداء من شياطين الجن والإنس. دليل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن. إذن كل نبي وكل رسول له أعداء يقفون لدعوته بالنقصان من شياطين الجن والشياطين يتعاونون، يعاون بعضهم بعضا، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول والله. وكذلك الدعاء، كذلك الدعاء هم اتباع الرسل لهم هذا، لهم اعداء يقفون في طريق دعوتهم ويصدون الناس عنها. فالعلماء ورثوا العلماء والدعاء والمصلحون هم ورثوا الانبياء، فلهم أعداء كما أن للأنبياء أعداء يقفون حجر عثرة في طريق الله. إذن لا بد من الصبر والتحمل ولا بد من أخذ السلاح والعدة، والسلاح هو العلم، تسلح بسلاح العلم، ولا بد من الصبر الداعية والعالم والمصلح. وكذلك الأنبياء أمرهم الله بالصبر، قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم رجل لما قسم الذي قسما في حنين، قال رجل: اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقال الله تعالى في الكتاب العظيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر، لا يستطيع الإنسان أن يقوم بالدعوة إلا حتى يصبر، كما أنه لا يستطيع أن يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات إلا بالصبر، فكذلك أيضا الدعوة لا بد لها من الصبر. وطريق الدعوة وطريق الجنة طريق السعادة ليس مفروشا بالورود، ولكن أمام عقبات الشدائد لا بد من التحمل والصبر. والعاقبة بعد ذلك العاقبة تكون للأنبياء ولأتباعهم وإن أصابهم في أول أمر شدة. ولهذا قال هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه أن الحرب سجال بينهم وبينه ينالون منه وينالون منه، قال: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. لأنه قرأ في كتب السماوية السابقة
نصرانيا يقرا في الانجيل في التوراه. قال كذلك الرسل تبتلى يعني في اول الامر ثم تكون لها عاقبه. والله تعالى يقول والعاقبه للمتقين. لكن لا بد من الصبر والتحمل في اول الامر على الشدائد. كذلك طلب العلم يحتاج الى صبر وتحمل، ثم بعد ذلك يذوق الانسان حلاوه العلم. لكن في وقت الطلب لا بد من الصبر والتحمل والسهر الليالي والصبر على مزاحمة ركب طلبة العلم أمام العلماء وقراءة كتب العلماء والتواضع لأهل العلم حتى يستفيد منهم، تخلق بخلق أداب العلم والتأدب بأدابه. لا بد من الصبر والشدة في أول الأمر. ولهذا ذكر العلماء بعض قال انه لا بد لطالب العلم من صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب بسبب هذه الدواء. من لم يصبر ما يحصل على العلم. لا بد من الصبر. كثير من الشباب يحبون الخير عندهم استقامه لكن ما عندهم صبر على طلب العلم ولا على حضور الحلقات. وان كانت الحلقات الان عندنا ليست كحلقات العلماء السابقين. العلماء السابقين كانت الدروس مستمرة ليلة نهار، بعد الفجر درس وبعد الظهر درس وبعد المغرب درس وبعد العشاء درس، مستمرة دروس. أما عندنا دروس أسبوعية تذوق. ومع ذلك تجد الطلبة يحضر أسبوع وأسبوع الثاني ما يحضر، يحضر أسبوع وأسبوعين ما يحضر، يحضر شهر وشهرين ما يحضر. ما يحصل طلب العلم هذا. لا بد من الصبر والاستمرار والثبات. ذكر المؤلف رحمه الله أن أهل الشرك قد يكون لهم علوم، عندهم علوم، فلا بد لطالب العلم أن يتسلح بسلاح العلم حتى يقابل شبهه. ما هو الدليل؟ ما الدليل على أن أهل الشرك قد يكون عندهم علوم وحجج؟ الدليل نعم، هذا يدل على أنها قابلوا الرسل. لما جاءت رسل ببينات فرحوا بما عندهم من العلم، فقبل الرسل بما عندهم من العلم علومهم هي، وإن كانت علوم باطلة كلهم عندهم شبه. فلا بد لطالب العلم أن يتسلح بسلاح العلم حتى يقاتل هؤلاء، قاتلهم بسلاح العلم، يقاتل شبههم، يدبغ هذه الشبهة التي يريدونها ويدحرها حتى تزول، ولا تقف في طريق الدعوة ولا في طريق العلم الصحيح. ذكر المؤلف رحمه الله أن من الشبه أن المشركين قد يولدون الشبه على المسلم الموحد، وقد لا يكون هذا المسلم الموحد لقد لا يكون طالب علم، وإذا موحد ليس عنده من العلم ما يرد به على هؤلاء. لكن هناك جواب سديد ذكره المؤلف رحمه الله. أولا نريد إيراد الشبهة التي يريدها بعض الناس على بعض طلبة العلم. ما هي الشبهة؟ إن الرسل الصالحين لهم جاه من الله جل وعلا. نعم، يعني يقول الوثني أن أو المشرك يقول أنا الصالحين لهم جاه عند الله، وأخبر الله أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم. فأنا أطلب الصالحين مما أعطاهم الله، لهم ما يشاءون لا خوف عليهم ولا هم. أنا أطلب منهم أن يتقربوا أن يقربوني إلى الله وأن يشفعوا لي عنده، وأنا أعرف أنهم لا يخلقون ولا يرزقون. ويأتي بالآيات، هذه الآيات تدل على أنه لا بأس بالتوسل بهم ودعائهم. وقد يكون إنسان ما عنده استطاعة على الرد. وذكر المؤلف رحمه الله جوابا إجماليا. ما هو الجواب الإجمالي؟ قال إنه جواب سديد، فإنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم قد أوتي الصبر. ما هو الجواب؟ نعم،
نعم. أولا لا بد حفظ الآية، نقول أن الله تعالى أخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب وأن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، كما قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أن أم الكتاب يعني أصله المحكم، آيات محكمات واضحات المعنى التي لا إشكال فيها، وأخر متشابهات هي التي يشكل معناها. ثم قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغون هن آيات هن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في علمه يقولون آمنا بكل من عند ربنا. فأخبر الله أن أهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المشتبهة المتشابهة ويتركون النصوص المحكمة الواضحة. فأنت يقول أنت ذكرت لي آيات نصوص على العين والرأس لكن أنا ما أدري ما معناها، لكن الله تعالى أخبر في كتابه العظيم أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ولا إحساس من خلقهم لا يقولون الله ومن يرزقكم من السماء والأرض أما من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. وهذا واضح، نصوص واضحة بأن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية. وكذلك بين الله تعالى في كتابه أن شركهم إنما هو بطلب الشفاعة وطلب القربة والجاه. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعني طائرين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه آيات محكمات واضحة بينة لا لبس فيها ولا إشكال أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وأنهم يدعون الصالحين يطلبون منهم القربة والجاه يطلبون منهم الزلفة والقربة والشفاعة. هذه لا إشكال فيه. أما ما ذكرت من الآيات ما أعرف معناها، لكن أنا أجزم بأن كلام الله لا يتناقض وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافي كلام الله. هذا جواب السجن. فأنت الآيات التي أوردتها تستدل بها على أنه يجوز التعلق بالصالحين هذا ليس بصحيح، لأن عندنا آية نصوص محكمة واضحة تدل على أن المشركين يشركون بها وأنهم أقروا بتوحيد الربوبية. فأجزم بها، وهذه آيات محكمات نصوص محكمة لا إشكال فيها. أما الآيات التي ذكرتها ما أعرف معناها، لكن أجزم بأنها لا تناقض الآيات التي المحتوى التي ذكرتها لك فتوافقها، وإلا لزم التناقض في كلام الله، والله كلام منزه عن التناقض، كما أنها لا تنافي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب سديد نافي. كل ما أتلف من نصوص يريد بها أن يثبت أنه يجوز التعلق بالصالحين وسؤالهم قضاء الحاجة تفسد الكربات ولا كيف عند حدك عندي نصوص محكمة تبين أن شركهم شكل بها وأنه مطلوب بتوحيد الربوبية، فلا يمكن أن تكون النصوص التي أتت بها تناقض هذه النصوص، لابد توافقها لأن كلام الله يوافق بعضه بعضا. هذا جواب سديد نافع لكل أحد حتى العام، لكن لابد يكون معه شيء من العلم يعرف هذا آية آل عمران وأن الله أخبرنا الآيات منها محكمات منها متشابهات، ويعرف الآيات التي فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية والآيات التي فيها أن المشركين قصدوا أن المشركين حينما دعوا الصالحين قصدوا القربة والزلفة والشفاعة. هذه تكون عنده يفهمها وعندها أصل، فإذا شبه عليه المشرك بشيء يقول قف عند حدك، أنا عندي شيء ثابت واضح المعنى من النصوص لا يمكن أن ينقض كلام الله بعضه بعضا. نعم. ثم جاء وفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم
نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاهم عند الله، وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال هذه الشبهة الأولى من الجواب المفصل، إذا قال أنا أعترف وأقر بأنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، وأقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك فضلا عن أن يملك لغيره فضلا عن عبد القادر الجيلاني الذي كانوا يعبدون عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلان، فأنا أعترف بأن الرسول لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا وغيره من باب أملا لا يملك نفسا ولا ضرا لا يملك نفسا نفعا ولا ضرا، لكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه، وأنا أطلب من الله بهم أطلب من الله بالتوسل بهم يقربني إلى الله وينقل حوائجي إلى الله ويشفعون لي. بس أما اعتقاد أن غير الله خالق، لا، ما أعتقد أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يفعل إلا الله ولا يضر إلا الله، وأعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون نفسه نفعا ولا ضرا وغيرهم من باب أولى، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون نفسه نفعا ولا ضرا فعبد القادر من باب أولى، عبد القادر الجيلاني أو سيد البدوي أو الدسوقي أو نفيسة أو زينب أو بالعلوان أو غيره لا يكون نفسه نفعا ولا ضرا، لكن الصالحون لهم جاهم عند الله وأنا مذنب وهم أقرب مني إلى الله، فأنا الآن أتوسل بهم أطلب من الله بهم يقربون إلى الله ويشفعون لي، فقل له حالك هي حال المشركين سواء بسواء حالك هي حال المشركين، فالمشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم واستحل دماءهم وأموالهم يعتقدون أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يفعل إلا الله ولا يضر إلا الله، ويعتقدون أن أوثانهم لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا وإنما يطلبون منها القربى والشفاعة فقط. واقرأ عليه الآية، اقرأ عليه قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حال المشركين. واقرأ عليه قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، إذا ماذا يطلبون منهم؟ القربى يقربون إلى الله ويقربون الشفاعة، ما قالوا أنهم يخلقون ولا قالوا أنهم يرزقون ولا قالوا أنهم يضرون ولا قالوا أنهم يفعلون، فهذه هي حالك كحال المشركين، فبطلت هذه الشبهة. الشبهة الثانية، فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما، فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين الآيات ثم نبين لهم الآيات انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر عما يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، واذكر قوله تعالى
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له عرفت أن الله كفر من قصد عرفت يصلح عرفت على كثير همزة الاستفهام يعني يجوز عرفت المعنى واحد. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال انتهى الشبهة الثانية هو جوابه وهو أن يقول إن هذه الآيات التي في قوله تعالى والذين يتخذون من دون الله ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله إنما هي في عباد الأصنام والأوثان وأنا ما أعبد الأصنام والأوثان حتى تجعلني مثلهم. هذه الآيات وهذه النصوص نزلت في عباد الأصنام والأوثان الذين يعبدون اللات والعزى وأنا أتوسل بالصالحين أطلب من الصالحين ما أتوسل بالأصنام والأوثان كيف تجعل الصالحين مثل الأصنام والأوثان وكيف تجعلني مثل عباد الأصنام والأوثان. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا أعبد الأصنام ولا أدعو الأصنام ولا الأوثان وإنما أطلب من الصالحين فقط الزلفى. أنا مذنب وأطلب من الصالحين أطلب من الله بهم التوسل بهم فقط ينقل حوائجي إلى الله ويقرب إلى الله. فهذه الآيات التي قلت إنما نزلت في عباد الأصنام والأوثان فكيف وتجعلني كعباد الأصنام والأوثان وأنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وكيف تجعل الصالح مثل الأصنام والأوثان. ما الجواب؟ الجواب أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عباداتهم متنوعة ليس كلهم يعبد الأصنام والأوثان فقط بل منهم من يعبد الأصنام والأوثان ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الملائكة وكلهم قصدهم مثل قصدهم يقصدون التقرب بهم والتوسل بهم والزلفى والشفاعة. وتقرأ عليه الآية تقرأ عليه قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. بين الله أن الذين يدعونهم ويعبدون لله هم يبتغون الوسيلة إلى الله يطلبون القرب إليه إنهم صالحون فهم عبدوا أناسا صالحين يعبدون الله ويطلبون القرب والزلفى إليه من الملائكة والأنبياء وغيرهم. وقرأ قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلمه. فهذا عيسى نبي وهذه أمه صديقة ومع ذلك عبد من دون الله مو بأصنام. ولهذا قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام وانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وكذلك الملائكة عبدوا وهم أصنام وأوثان ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء أيكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وتقول لا أعرف أن الله كفر عباد الأصنام وعباد الصالحين فعرف أن الآية نزلت في عباد الأصنام وفي عباد الصالحين. فالمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبادات متنوعة منهم من يعبد اللات والعزى ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد المسيح عليه السلام وأمه
ومنهم من يعبد الصالحين والأولياء، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر. عباداتهم متنوعة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بحكم واحد جميعا، وهو أنه كفرهم جميعا واستحل دماءهم وأموالهم واعتبرهم مشركين. وبهذا إيش تبطل هذه الشبهة وتزول. طيب ما الفرق بين الشبهتين؟ أريد واحد يفرق لي بين الشبهتين، الشبهة الأولى والشبهة الثانية. نعم، لا تنظر في الكتاب. إيه؟ هذه الشبهة الثانية، الشبهة الأولى. نريد أوضح. نعم، ولا يضر فضل عن غيره. وأنا مذنب وأنا أطلب من الله به فقط. أنا أعرف أعترف بأن الله وأقر بأن الله هو خالق الرازق النافع والضار المدبر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضر فضل عن غيره. أنا أطلب من الله بهم، أدعو الله ما أدعو الصالحين، لكن أنا أطلب من الله بهم التوسل بهم. بل يدعو الصالح يدعوهم، لكن يريد منهم الزلفى والقربى والشفاعة. وجوابه أن يقال مقالتك هي مقالة المشركين سواء بسواء، فالمشركون يطلبون القربى والشفاعة. الشبهة الثانية كان اعتراض على الجواب، جواب الشبهة الأولى. نعم، في عباد الأصنام والأوثان يعبدون الأشجار والأحجار، وأنا ما أعبد الأصنام والأوثان وإنما أطلب من الصالحين صالح لهم.